يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أو القناة الإخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب، كما يمكنكم التفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار. مشاهدي الافاضل، طبعا مع ضيوفي الكرام دائما اكون سعيدا بتواجدي معهم. على يميني محمد قيس سعيد، اللاعب الدولي السابق، احد ابرز اللاعبين الذين مروا على المنتخب الجزائري والكره الجزائريه. مساء الخير. مساء الخير حقيقة. اهلا وسهلا. وواحد من ابرز ايضا المدربين، 33 عام ان لم تخني الذاكره، مصطفى مسكي. مساء الخير. السلام عليكم. واحد ابرز اللاعبين ايضا الذين مروا على الكره الجزائريه، فوزي موسوني. مساء الخير. السلام عليكم. مرحبا. اذا البدايه بالموضوع الاول، مولوديه بجايه صنعت التاريخ ودخلت التاريخ بالفوز بكأس الجمهورية، هي الأولى لها منذ تأسيسها سنة 1958 هكذا، أو 1954، نعم، الثاني من جويلية. طبعا مولودية بجاية هذا الفريق العريق الذي توج بهذا الكأس بعد فوزه على أمل الأربعاء بهدف دون مقابل. نتابع هذا التقرير لزميلنا محمد قريشي، نعود بعد ذلك مباشرة للنقاش. موسم استثنائي ذلك التي تعيشه المولودية البجاوية، فبعد أن فاجأت الجميع في البطولة باحتلالها للمراتب الأولى وبقائها في دائرة الصراع على اللقب قبل أربع جولات عن نهاية السباق، لقب هو الأول في تاريخ صاحب اللونين الأخضر والأسود، استطاع رفاق الزرداب خطفه من أمل الأربعاء في نهائي الحلم الذي احتضنه ملعب مصطفى تشاكر. إنجاز انتظره عشاق الموب مطولا، وهم الذين عاشوا فرحة جنونية بصعود فريقهم إلى حاضرة الكبار قبل سنتين، ليكون موعد البجويين عام 2015 مع فرحة أكبر وصفحة جديدة في تاريخ النادي. كيف لا والسيدة كأس الجمهورية اختارت يما قرايا وجهة لها، وهي التي أرادت أن تكافئ رجال المدرب عبد القادر عمراني صاحبي الكأس الثالثة على مجهودهم طيلة الموسم. فالنادي الذي تأسس سنة 1954 أسقط في طريقه إلى تشاكر نوادي عملاقة تملك تاريخا في هذه المسابقة في صورة الجمعية والمولودية الوهرانيتين، وآخر ضحاياه قبل النهائي كان الوفاق الصطايفي في ملعب 8 ماي، مشوار كان لابد للمولودية البجاوية أن تختتمه بخطف السيدة البراقة لزيارة الولاية رقم 6، وهو ما تحقق بفضل تضافر جهود الجميع من إدارة وطاقم فني إلى تشكيلة شابة. فهنيئا لبجاية التي ستعيش دون شك ليال بيضاء احتفالا بهذا الإنجاز، وحظ أوفر لأمل الأربعاء الذي ظهر بوجه طيب هو الآخر شرف به كل عاشق للزرقاء. إذن مولودية بجاية تتوج بالكأس الأولى لها واللقب الأول لها. محمد قس السعيد، المولودية البجاوية هذا الموسم موسم استثنائي، المركز الثاني في البطولة على وفاق سطيف المتصدر، مولودية بجاية حققت إنجاز إن صح التعبير. طبعا لا، حقيقة نهائي تاريخي، أول مرة شفنا مولودية بجاية والأربعة. النهائي كما جرت العادة كان ملون، روح رياضية عالية في الميدان حتى في المدرجات، يعني شفنا ألوان كثيرة، ولكن نقول درجة الحرارة حكيم تعيق اللاعبين، يعني وكنا تكلمنا عليها في بداية الموسم، تتذكر نهائي السوبر، صح، قلنا وين، خاصة ولاية بليدة لما تلعب في بليدة معروفة في فصل الصيف تكون درجة الحرارة مرتفعة، فصل الشتاء يكون البرد، ولكن يظهر لنا اللجنة يعني تنظيم الكاس ما حفظتش الدروس ولعبت هذه المقابله، يعني على الساعه الرابعه مساء، حتى كان يمكن لانه مضر ربما باللاعبين حتى بالجمهور، لانه كان يمكن ان تلعب المباراه على الساعه السابعه، ما يمنع من ذلك يعني، حتى واحد ما يمنعنا حكيم، ماهيش يعني اوقات فيفا ولا كاف، يعني واحد ما يمنعنا. حتى شفنا المدربين، يعني انا شفت عبد القادر عمراني ومحمد ميهوبي وين اللون تاع وجههم تبدل، حتى اللاعبين كانت حرارة عالية عالية عالية، كانت درجة الحرارة عالية، يعني تلعب تحت درجة تاع 35 درجة فوق الصفر يظهر لي كانت صعيبة، لو لعبوها
نقول على السبعة ونتسائل اليوم حكيم يا هل ترى هاد الأعضاء تاع اللجنة هل مرسوا كرة القدم باش برمجوا مقابلة كيما هذه في هذا التوقيت؟ والله أنا لما شفت المصور والصحفي إسلام بقرية وأيضا حتى زميلنا حمزة راشد لما شفتهم جو المباراة وشفت وجوههم حمراء هكذاك حسيت بدرجة الحرارة والتعب اللي تعبوه. وتصور حتى خاصة الجمهور اللي دخل مبكرا للملعب صح. يعني ما كانش المرافق في المدرجات تاع ملعب شاكر، يعني المياه غير موجودة، الأكل غير موجود، يعني كانت عقوبة بالنسبة لي لهذا الجمهور. معليش خلينا نساو ربما ونبقاو مع تتويج مولودية بجاية مصطفى بسكري. ثمرة عمل تبدو واضحة لهذا الموسم لهذا الفريق، لأنه من تعب القى ربما النتائج تاعه. هي الاستقرار هو اللي حتى تغلب حتى الموسم الفارض صح؟ لا الاستقرار هو اللي تغلب أمس. أولا نهنيه الفريقين لأن حتى أم الأربعاء يعني قام بمقابلة مقبولة جدا، وننجم نقول باللي الجمهور تاع أم الأربعاء يكونوا فخورين بالفريق تاعهم وصولوا للنهائي إنجاز في حاجة. يعني الموسم الثاني في البطولة الاحترافية الأولى يعني إنجاز كبير. هي حتى مولودية بجاية الموسم الثاني نعم يعني في اثنين يعني لابد يكون واحد متوج صح. يعني بجاية ولا الأربعة يعني في اثنين يعني الأخرى متوج قلنا يعني مبروك عليه ونتمنى له من المزيد إن شاء الله وراه في يعني ينافس على البطولة نتمنى له حط صعيد في البطولة أيضا. أما الفريق الأربعة يقدروا يكونوا فخورين بالفريق نتاعهم إن شاء الله تكون فيه الاستقرار من كل النواحي. عندهم لاعبين اللي يعني في المستوى في البطولة الوطنية نتاعنا قادرين باش يعني يحققوا ربما إنجازات أخرين بألقاب. والمقابلة بحد ذاتها من ناحية تقنية نظن بلي أن ربما كان عندهم الفريق البجاوي أكثر عزيمة أو أكثر ذكاء في التصرف مع المباراة. مصطفى بسكري ما رأيك أن نعود بعد قليل طبعا بعد ما أذهب إلى فوزي موسوني للحديث ربما على مجريات المباراة من ناحية الفنية. فوزي موسوني سبق لك أنت وكنت في الطاقم الفني لمولودية بجاية قبل عام ونص ولا عامين فوزي؟ عام ونص. عام ونص تقريبا مع مراد رحموني هكذا. وش يميز مولودية بجاية؟ وش تغير أنت وش شفت في مولودية بجاية وأنت تعرف ربما الدار بشكل جيد؟ أولا نهني مولودية بجاية على التتويج هذا، خاطر إنسان كي تخدم في مدينة كيما بجاية وين تعرف المناصرين. وش عندهم في بجاية؟ لا عندهم شوف الجمهور تاع الموب بدبجاية لي سيبورتور سي دي فيرفون سي تالمون يحبوا الفريق ديالهم يلو كان يلعب في الدرجة العاشرة الملعب معمر حكيم. عندهم صفة تلعب على الطلعة ولا تلعب على الحبطة الملعب يعمروها. عندهم هذا الحب. والحاجة اللي زادوا استفادوا فيها جوهم مسيرين دعموا مسيرين جدد لا باس كما يقول لك عندهم كما يقول لك الدخلات والخرجات كما في الاخر جاو دو بون ديريجون زادوا عاونوا لي زونسيان ديريجون باسكو تبدل لو بيرو وين انا نشوف باللي عمراني عطاو له الورقه الكارت كما يقول لك الورقه البيضاء باش يقوم بالانتدابات اللي كان لازم يعملها. واليوم نشوف باللي معامل خوه يعني يشوف في الفريق تحسن كبير. ويشوف حكيم حاجه اللي زدت لاحظتها الجمهور ولا يتقبل الهزيمه في الملعب ديالو في البطوله. طبعا هذا الفريق الذي تاسس في 2 جويلية سنه 1954 هذا الفريق العريق اللي قدم للثوره التحريريه 13 شهيد. طبعا كانت هناك تصريحات ما بعد المباراه لمولوديه بجايه مع بحثتنا الى ملعب تشاكر كمال مهوي وايضا زميلنا اسلام بقريعه. شكرا زميله بلال هنو يقول لي اسلام بقريعه. خلينا نتابع مع بعض لك ممكن. الحمد لله هذا كما قلت لك تتويج تاريخي لهذ ليكيب ولينا ثاني باسكو حنا سي لو برومي جوار اللي جابوا ان تيتل لهذ ليكيب. الفرح ضم خوران الفرح الشاب كي كل يديروا حنا ساكير عاوننا غطاس ساكير لا كوبا كي بو ساكير اتندي ديال كل الشعب القبايل الشعب كل يحمينا الموب جلا دي ديو بارتيكولي دارن يزمن مع طبي والناس. الحمد لله اللي دينا هذه كوب دالجيري ودخلنا مع مولودية بجاية التاريخ وهذا التأهل كاع نهديه لافامي حمزاوي ولافامي فوضي. الحمد لله هذه لافينال ما جاتش غير هكا والتعب تاعنا الحمد لله يا ربي وهذا الفوز نهدي خاصة لبنتي ياسمين. جو باس كو تو لو بوب دو موب اي فيير دو نو اون فا رابورتي اون فا امني لا كوب افيك نو
C'était un match compliqué, mais on a tout donné pour le peuple du MOB. Ok, la Kabylie. أو كي يسحب التمزيط أو كتشكرا ولي تحبيني أنا أو تحبيني أنا أسنى ذا لا كوبايا الحمد لله الأوبجيكتيف نايل يا أتا وراني فرحان بالبزاف اللي فرحنا الشعب هذا يا اللي سوفر معنا بزاف وميريت يدي عفسة الحمد لله جبنا له كوب دالجيري نشكرهم بزاف باسكو طالت الموسم هما يتبعونا هما ناصروا الفريق ويستاهلوا هذا التتويج يستاهلوا بزاف الحمد لله وني تاريفي كوميم ا بريباري سيت فينال ونسينا شويه الشامبيونان والفوز تاع اليوم يعاوننا ان شاء الله باش نوليو في الشامبيون برك بالتيتر هذا ان شاء الله ندخلوا التاريخ والتاريخ يكون جديد باش نحلوا باب اللي نتوجوا علاش ما نتوجوش بالكاس الافريقيا ونروحوا الى ابعد شيء في ديبي سيزون قلت لنا ما نلعبوا على التيتر كنت نحي في العين اليوم انا شفنا ديتو لاكوب ومازالكم في لاكوس تاع الشامبيون انا صح كي كنا نلعبوا الادوار الاولى ما قلناش ما نديو لا لاكوب لا البطوله حقيقه ولكن احنا بكل احتراماتي لمولوديه وهران لما تاهلنا في وهران دنا حسبنا نديو لاكوب والبطوله مازال راهي بعيده وان شاء الله البطوله والكاس ألف مبروك لمولودية بجاية هذا الفريق العريق اللي حقق إنجاز طبعا محمد قيس سعيد طبعا موسم هذا استثنائي لأنه يتواجد في المركز الثاني في البطولة قادر يدي البطولة والكاس وإن كان وفاق الصيف أيضا في الصدارة الآن موسم استثنائي ربما دائما نتحدث على الاستقرار مهم جدا أنه يكون مدرب من الموسم الفارط يكمل معك هذا الموسم عبد القادر العمراني ما نتكلمش على المدرب حكيم حتى نتكلم حتى المسيرين تاع مولودية بجاية لا مهم جدا تحدث لك على الطاقم الفني لانه أوكي. احنا من عاده الكره الجزائريه وان المسيرين ما يتغيروش صح قبل ما لذلك قلت لك على المدرب مي كل شيء يبدا من المسيرين اليوم شوف المسيرين تاع مولودية بجاية يعني حتى التصريحات تاعهم معقوله يعني لو يكون عندك مسيرين كيما هادو دايرين ثقه في مدرب صح. ما تخاش على المدرب هدايا خاصة أننا نعرف مدينة بجاية يعني مدينة حضارية يعني الناس عندهم تاريخ منذ العثمانيين والأتراك نظن مدينة بجاية اليوم القوة ديالها أولا في المسيرين اللي يعرفوا كيفاش يمشوا مع المدرب ومع اللاعبين هذول من أي ناحية تقصد أنت ربما القوة تاعها من ناحية الخبرة لا من ناحية الأموال مهم جدا يعني الأموال وليت لي الخبرة يا حاكم تقول دائما تولي الخبرة نقول شوف لما نشوفهم التصريحات تاع المسيرين مدة بجام منذ انطلاقة الموسم ولا مرة شفناهم صبوا الزيت على النار يعني مسيرين عقلين يا سرزان حتى جمهور عرزان جمهور عرزان ربما يصنف افضل جمهور الجمهور ربما لما الفريق تاعو يخسر ربما يغضب ولكن نتكلم من الجانب تاع التسيير تاع المسيرين تاع الفريق هذايا اللي يعني مسيرين عرزان وما تخاش عليهم الاستقرار تاع عبد القادر العمراني وخاصه عبد القادر العمراني يعني استاذ في التدريب معروف ونعرفوه مليح ربما نقول لو يقدروا يكملوا بهذه المجموعة هذه العام المقبل إن شاء الله ربما راح يكون عندهم فريق أقوى نعم مصطفى بسكري ربما البعض يقول لك أنه حتى ما تعطيش الحق المدرب إلا لما يتوج لأنه إحنا ربما في الجزائر نهضموا حق ناس لأنه هذا عبد القادر العمراني أيضا من زمان لأنه فاز مع شلف فاز مع وداد تلمسان بكأسين وهذه الكأس الثالثة يعني بالنسبة لعبد القادر العمراني يعني من اقدم المدربين اللي راهم في الساحه اللي راهم يدربوا في البطوله الاحترافيه الاولى ومدرب يعني ماهوش هنا باش نقدموه عنده الامكانيات نتاعو سواء يعني الكفاءه التقنيه سواء يعني من ناحيه يعني كمربي معروف عبد القادر العمراني عنده كل مواصفات تاع مدرب تاع مستوى عالي اليوم نظن باللي زاد مره اخرى برهن الامكانيات نتاعو الكفاءه ديالو للمره الثالثه اللي يفوز ب يعني كاس الجمهوريه نظن اللي ساعداته هو اللي يعرف الفريق يعرف كل صغيره وكبيره على الفريق نتاعو من ناحيه التقنيه حتى النقطه المهمه هي حكيم اللي ربما ننساوها ما نتكلموش عليها هي الثقه المتبادله لا. لما يكون مدرب في نادي ويقعد على الأقل على سنتين أو ثلاثة تكون فيه ثقة يعني حتى
حتى العلاقات بين وبين المسيرين ما تكونش الا من ناحيه التسيير، حتى من ناحيه العلاقات يعني الانسانيه حتى العاطفيه كل هذه الامور. واش تقدر تضيف هذه الامور لك تحب عليها مصطفى بسكري؟ الثقه تخليك يعني حتى ولو يعني تنهزم في مباراه يعرفوا باللي الامكانيات تاعك، يعرفوا وقتاش يجريوا يعني ديك المرحله، يعني التسيير يعرفوا من ناحيه التقنيه دايرين ثقه في المدرب ديالهم، يعرفوا كيفاش يكون التسيير حتى ولو تضيع مقابله داخل ديار او خارج ديار ما راه الا يعني ان اكسيدون دو باركور. ولو سمحت لي تفضل حكيم نقول اليوم عبد القادر العمراني مصطفى لقى راحته في بجايه مع هاد المسيرين كما كتهضر على الثقه المتبادله، يظهر لي ان عبد القادر باش قعد في هاد مع هاد الفريق هذا لقى راحه كبيره من طرف اولا الجمهور المسيرين وخاصة اللاعبين. وخاصة لما يعني النتائج يزيدوا يكونوا في صالحك، يعني هذا يخليك تخدم بأريحية كبيرة، ونظن اليوم كل أمور هي باينة، رايحين يخوضوا ربع مقابلات اللي قعدوا في البطولة بثقة كبيرة وبطموح كبير أيضا، ولما لا يعني يزيدوا يتنافسوا مع عدة فرق أخرين مثل الصيف مثل ربما اتحاد العاصمة اللي باش يتنافسوا على لقب البطولة، وهذا راح يزيد يخلي يعني العلاقات تزيد تكبر ما بين الطاقم الفني والمسيرين وحتى اللاعبين. الاستقرار نشوفوا فيه، نعاودوا نرجعوا في الاستقرار، يعني الكلمة هذه ما راهيش كلمة هكذا برك، حنا نشوفها شوف وفاق الصيف مضوي ربما السنة الرابعة ديالو والسنة الثانية ولا الثالثة كمدرب أساسي، يعني كان في الطاقم الفني راح يستقل مصطفى سنتحدث عليها. لا هذاك ربما يعني هذه لا يعني باش نشوفوا الاستقرار لحد اليوم، هو اللي راهو عنده تقريبا ربع سنوات هو في الفريق او اكثر، كان مدرب مساعد وعنده سنتين كمدرب اساسي. نظن هذا الامر اللي زاد خلى مولوديه بجايه كسبت هذه القوه نتاعها، عندها مجموعه لاعبين عندهم امكانيات اللي ما كيما نقول لك انا ريانهم في، لكن لما تشوف التركيبه عفوا على المقاطعه مصطفى بسكري، لو تشوف التركيبه البشريه لموديات بجايه ما تشوفش فيها نجوم ستار هكذا مثلا في الفريق عكس مثلا فرق اخرى. لا النجوم هي النجوم، راهي في ريال مدريد، راهي في برشلونه، راهي في ليفربول، هذوما النجوم. احنا في الجزائر عندنا مستوى نعرفوه الاخر اللي يكون يعني عنده مستوى مقبول وعنده العامل الخدمه، لان ما ننساوش طرف اخر لازم كل واحد نعطي له الحق نتاعو، مدرب الحراس المرمى اللي في المستوى، وزيد بزياده المحضر البدني اللي هو عبد الوهاب بوسعاده اللي دار عامل كبير، لان باش تلعب على كما يقول لك الطرفين يعني في كاس الجزائر وكاس الجمهوريه يعني البطوله الوطنيه ماهوش من السهل هذا، لازم تعرف صح. نتمناو من نادي تاع مولوديه بجايه لما يلعبوا المقابله تاع البطوله الجايه ما يقولوش عندهم راسهم راهو بعيد راهو مازالوا في الكاس، نتمنى يكونوا دي كومبيتيتور باش يكملوا في مشوار تاعهم في البطوله. علاش نقول لك لما الاربعه تاهلت للنهائي خسروا مقابله في وهران، يعني المعلقين قال لك التفكير تاعهم في النهائي وهي هذا خطا، يعني هذا خطا هذا يا كومبيتيتور يا ما راهش كومبيتيتور المفروض، يعني كان عندهم نفس يعني نفس الاشكال. مولوديه بجايه خسروا في بجايه وزادوا خسروا برا، الامل الاربعاء خسر في وهران وزاد خسر مع النصر حسين داي، يعني والنهائي اللي فصل ما بين الفريقين. نتمنى كما قلت يعاودوا يرجعوا يحطوا شويه من السحابه هذه. عبد القادر العمراني ثالث تتويج له نعم بكاس الجمهوريه بعد سنه 1998 وداد تلمسان و2005 نعم 2005 مع جمعيه أشلف، هذا الإنجاز الثالث بالنسبة لعبد القادر العمراني. حبيت نشوف مع بعض أيضا مع ضيوف الكرام، حبيت نشوف الفرحة الكبيرة ربما لمولودية بجاية بهذا التتويج الغالي بالنسبة لمولودية بجاية وأنصارها. قبل ما نروح لمدينة بجاية، هذه هنا بلال؟ نعم هذه الأجواء هنا نعم لأنصار مولودية بجاية بهذا التتويج، هو الأول من نوعه بعد الحسم المباراة التي جرت في ملعب تشاكر بهدف دون رد وقعه زرداب في الدقيقة 43 نعم لمولودية بجاية. تابعوا التصريحات مع بعض، خلينا تابعوا التصريحات. ونحبوا الموب وفيف الموب فيدال جوسكا لامور، وما داو لا كوب ان شاء الله حنا ندو شامبيون اخويا سون سي لا كوب دينا على كوب ان شاء الله شامبيون او فيف لا بجايه فيف لا كابيلي مبروك علينا لا كوب ان شاء الله نديو شامبيون ثاني.
نعم، إذن هذه الفرحة بالنسبة لمولودية بجاية بهذا التتويج. نروح مباشرة حتى ربما نبقوا مع أجواء الفرحة بالنسبة لمولودية بجاية، هذا الفريق العريق في بجاية، من العاصمة إلى بجاية. تفضل. شكرا. هذه الأجواء إذن اللي كانت في مدينة بجاية، فرحة كبيرة بالنسبة لماغوريا بهذا التتويج، التتويج الكبير بالنسبة لأنصار الموب، هذا الفريق العريق اللي منذ سنة 1954 هم ينتظرون أول تتويج. هذا هو التتويج الأول، من حقهم طبعا، من حقهم يفرحوا بهذا التتويج. فوزي موسوني، أجواء رائعة. حكيم، أنا خدمت عامين ونص مع مراد رحموني، والله العظيم ما تصورش الحب اللي تقدر تتصوره لهذا الشعب، هذا يحب الفريق دياله. في كما نقول لك، احنا العام الاولاني اللي جوزناه معاهم، والله العظيم غير كانوا معنا كما نقول لك قلب ورب معنا، ما كاش جوزنا العام راحت لنا لاكسيسيون، والله ما بحاجه تكلاسينا كاتريام. لا دوزيام سيزون لعبنا لاكسيسيون وين كتب المكتوب وتفاهمنا على المانتي، ها معناتها ما نلعبوش لاكسيسيون. ومن بعد بداو كما نقول لك لابيتي فيا مونجو، نهار كتب المكتوب وين طلعنا هذا الفريق للدرجة الأولى، والله يا حاكم غير الناس. الدرجة الثانية ولا؟ من الدرجة الثانية كي طلعناها للدرجة الأولى، والله العظيم تشوف الناس 2012-2013 كيفاش الناس تبكي، فايتة 60-70-80 سنة، والله العظيم غير الناس ماتت. الناس عندها أكثر شعبية فوزي، مولودية بجاية ولا شبيبة بجاية؟ لا، مولودية بجاية. مولودية بجاية قاعدة كبيرة طبعا، قاعدة كبيرة على بالك. لاكابيلي كامل سي على بالك، سيرتو لا بتيت بون لا فالي كاع كي تقول المولودية سي لي زونسيان سيبورتور دو لا جي اس كاتاليت. مي والله يا محمد كي تشوف الناس هادو كي يجيو الملعب سبحان الله، يحبوا الفريق ديالهم، يعاونوا. الحاجة اللي كانت ناقصتهم الصبر على الفريق ديالهم، وهاد العامين هادو بالمجيء تاع عمراني راني نشوف تحسن، وين دوك بداو يفهموا باللي في الدرجة الأولى لازم لك لاعبين، لازم لك استقرار، لازم لك كل حاجة، ونتمنى لهم كل الخير إن شاء الله. طبعا قبل ما نروحوا لأجواء الفرحة لوصول اللاعبين إلى، حتى تكونوا ربما متسلسلة نربطوكم من التتويج إلى الوصول، الفرحة بمدينة بجاية المولودية البجاوية التي كانت أول مباراة لها في المحترف الأول فوزي موسوني 2013 ملعب عمر حمادي مع اتحاد العاصمة. خسرنا أربعة بصح، لو كان تشوف كي تسمع أول ظهور المولودية بجاية في بولوغين، والله يا حاكم كي تشوف المقابلة أو ترجعتك بعامين، والله العظيم يا حاكم غير المقابلة كيف صرت لنا. تلقينا هدف، عندنا لقطة وين عبد القادر عيفاوي أو خويا الصغير وين دار غلطة، المهاجم يا رايح باش يسجل ضربه نورمالمون مخالفة وكارت أحمر خلاص، وين ما المنعرج يعني المنعرج. ومن بعد ارتكبنا زوج أخطاء، ومن بعد عودنا ولينا وين ليسمى على بالك فريق اتحاد العاصمة الخبرة، محمي يستعرفش بالخبرة بصح نقول لك حاجة، كيكونوا عندك لاعبين وين أندرياس اللاعب هذاك دار الفرق، وين سجل إطر غلطات بالك إنسان كيكون هكذا يلعب ما يديرهمش بالصح، التم الانسان يتعلم واش عليه طبعا. بصح لعبنا مع فريق محترم وين التم بداو يفهموا واش معناتها الدرجه الاولى، طبعا من 24 اوت 2013 اول مباراه لمولوديه بجايه في المحترف الاول، خسر 4-1 امام اتحاد العاصمه الى 2 ماي والتتويج بكاس الجمهوريه، مسيره تقريب عامين ولكن كانت مفيده بالنسبه لهذا الفريق العريق. خلينا مباشره نروحوا الى بجايه واجواء الفرحه هناك، وصول اللاعبين الى المطار هناك مثلما هذه الصور نقلناها لكم طبعا على المباشر، نشوفوا الصور وصول اللاعبين والمسيرين. عبد القادر عمراني أول من نزل، وطبعا كانت هذه الفرحة هناك في مدينة بجاية، والعروس تنزل طبعا مع المسيرين، وهذا التتويج الغالي بالنسبة لمولودية بجاية وأنصارها طبعا من حقهم. خليني مباشرة بلال إذا كان ممكن.
طبعا اجواء وفرحه كبيره بالنسبه لمولوديه بجايه. حبيت مباشره قبل ما نروح الامل الاربعاء حتى ربما نعطيه له حقه، لانه حتى وان كان انهزم مصطفى بسكري وان كان انهزم الى انه قدم مشوار طيب طيله ربما كاس الجمهوريه، المباريات اللي لعبها في هذه المنافسه. نروح الى تصريحات فيه سعد داما وايضا الناطق الرسمي للموب وايضا حتى والي بجايه قبل ما نروح الى الحكم بشاري. خليني مع ذو التصريحات الثلاث قبل ما نروح لبشاري وحموم مباشرة إلى التصريحات ما بعد المباراة. والله نحن سعداء أن أولا كان عرس يشرف الجزائر، يشرف الكرة الجزائرية، جرت المقابلة في ظروف حسنة، المناصرين حييهم من الجانبين كانوا على مستوى الحدث. مبروك لفريق بجاية وإن شاء الله مشوار آخر طويل ينتظرهم، والحظ في المرة الأخرى إن شاء الله لفريق الأربعاء. جيش هكذا وربي ما خيبناش، الحمد لله اليوم وصلنا لدرجة وين كانت منه بعد 60 سنة. بعد 60 سنة وهذا الفريق ولا كبير كبير جدا، والحمد لله نهديوها الأنصار، نهديوها ولاية بجاية، ونهديها السيد الوالي هنا كان معنا ودعم الحية والآخر، الحمد لله. وإن شاء الله نزيدوا لقدام وتحية الجزائر ونهديها كل جويين ونهديها الكليك، لان اليوم سي طون انيفرسير لو دو لو دو سي طون انيفرسير. نعم مسيو لا كوبا في بجايه، فرحه كامل البوبليك تاع بجايه اللي كان يستحق هذه الفرحه. واش تقول لهم؟ بيان سور انا من الناس اللي كنت كاع ماشي شك تماما انه هذا الكاس يروح لنا ويفلت من يدينا. الحمد لله 2008 كانت جي اس ام بي وجبنا هذا روك في هذا 2015. نتمنوا التوفيق ان شاء الله. الاربعه نتمنوا كذلك انها حيات. إذن كانت هذه التصريحات بالنسبة لسعد داما طبعا المدير الرئيس المدير العام لموبيليس ولولاية بجاية وأيضا الناطق الرسمي لمولودية بجاية. نروحوا الفاصل، بعد الفاصل مشاهدي الأفاضل نروحوا الأمل الأربعاء ثم نروحوا الموضوع آخر، بعد الفاصل نواصل ابقوا معنا. تحدثنا طبعا في الجزء الأول عن فرحات كبيرة بالنسبة لمولودية بجاية، تتويجهم بأول كأس منذ سنة 1955 تاريخ 1954 عفوا تاريخ تأسيسهم، ونقلناكم ربما من بداية المباراة إلى الفرحة هنا في العاصمة أو حتى في مدينة بجاية. نروحوا إلى الأربعاء، هذا الفريق حتى ربما لا نبخس حقه، لأنه حتى وإن خسر النهائي لأنه قدم مشوار طيب طيلة هذا الموسم، وصوله إلى النهائي هو في حد ذاته إنجاز. نتابع في هذا التقرير مع زميلنا بلال هنون. سيناريو لم يكن يتوقعه كل عاشق للونين الأزرق والأبيض الذين عاشوا 90 دقيقة على الأعصاب بعد أن راودهم حلم التتويج وإهداء أول كأس إلى مدينة الأربعاء. فبالرغم من الأداء الجيد الذي أظهره أشبال المدرب ميهوبي طيلة 90 دقيقة، إلا أن الكأس لم تبتسم للأمل في هذه المباراة بعد أن اصطدموا بخبرة رفقاء المدافع نسيم دحوش. الكأس توجور تخير فريق واحد، توجور دائما كاين واحد اللي يربح واحد اللي يخسر. مع لابتيت اكسبيريونس اللي عندي، الأولى خسرتها، العام اللي فات ربحتها، هذا العام لا غالب كتب ربي باش يدوها المونديال الجاية بصحتهم. كل حاجة الأولى مبروك عليهم بيسكو هما داوها حاجة زوجة. Je pense que le match il y a eu deux mi-temps. Il y a eu la mi-temps Loula Lehom où ils ont eu une occasion, ils ont su en profiter. Où il y a eu la deuxième mi-temps Lina où on en a eu 4 occasions, je pense, je crois que les 4 occasions, mais on n'a pas su en profiter. Et quoi, il faut être fair play. Deuxième broc à Lehom, خلاص. مدينة الأربعاء والتي عاشت الحلم بعد تأهل تاريخي إلى النهائي صنع من خلالها الأنصار لوحات مميزة. وتزينت الشوارع باللونين الأزرق والأبيض. كان يوم 2 مايو صدمة للشارع الرياضي بمدينة الأربعاء بعد تضييع فريقهم تتويجا تاريخيا كان بإمكان رفقاء المتألق معقداد العودة به من ملعب تشاكر. الأمل واش كاين؟ حنا رانا في فايدة، رانا في فايدة، الحمد لله طلعنا لحقنا للنهائي، ما كناش طالعين نلحقوا النهائي، ودوك نقلنا قدام يعني نأيلوا روحنا للمقابلات اللي مازالوا باش راني نقبضوا الشامبيونا. كاع يقول لك الفينال تتربح ما تلعبش. اليوم بجايه لعبوها وربحوها، وتوانا ما لعبوهاش، ما لعبوش. ليسونسيال انت العب الفوتبال، ومن بعد كي تخسر نصفقوا عليك، حنا ما لعبوش الفوتبال توانا اليوم الاربعه. ان شاء الله يشدوا المانتيان برك هذا ما كان.
يبقى أمل أنصار الأربعاء وضمن البقاء ولما لا اللعب على إحدى المراتب الأولى، خاصة أن الفارق عن المتصدر وفاق سطيف هو 6 نقاط فقط على بعد 4 جولات من نهاية البطولة. بالتوفيق لأمل الأربعاء، حظ أوفر في الموسم المقبل لما لا، وأيضا حتى هذا الموسم في مركز مريح. محمد قسعيد، أمل الأربعاء انهزام ولكن عادي، قدم موسم مليح. والله قبل ما نتكلم على الأربعاء نولي شبك البجاية حكيم، نتكلم على الاستقرار تاع اللاعبين والمسيرين المدربين. ما نساوش العنصر اللي كان مخفي هو الولي أحمد حمو التهامي اللي أعطى دعم كبير لهذه الولاية هذه، خاصة في كرة القدم. نعرفوا أنه هو رياضي ويحب كرة القدم. أما الأمل الأربعاء، نقول الجمهور تاع الأمل الأربعاء لازم تكون اليوم فخورين بهذا الفريق هذايا. يعني ولا واحد كان يحسب له باش يلحق للنهائي وفي المرتبة الرابعة يعني في البطولة. كما تكلم المناصر قال لك نهائي الكاس ياخذ ولا يلعب، انا نقول له هذه فلسفه جديده جبتوها، انا مانيش عارف من جابوها. مصطفى قال لك ماشي فلسفه جديده، لا لا شو، من المستحيل ياخذ بدون ما تلعب. كيفاش انت تاخذ كاس وما تلعبش؟ مستحيل. البارح الاربعاء لعبوا 10 دقائق الاولى، شفناهم حقيقه كانت عندهم فرص باش يسجلوا ما قدروش، ولعبوا 10 دقائق الاخرى باش يعدلوا ما استطاعوش يعدلوا. ولكن ما بين هذه العشره والعشره مولودية بجاية لعب، ولهذا فاز. نقول الاقل ضعفا هو اللي فاز بالكاس. نقول نهني مولودية بجاية ونقول هاربك للاربعه، ونزيد ناكد للجمهور تاع الاربعه كونوا فخورين بهذا الفريق. مصطفى بسكري، سبق لك انت وايضا شاركت في الكثير من المباريات المهمة مثل هذه. الأمور اللي تحسم مثل هذه المباريات، مباريات الكأس اللي نتحدث، هي الأوقات القوة والضعف تاعك كيفاش تسيره، كيفاش تسيره. هذا هو، نظن باللي مولودية بجاية طحت لهم ربما أقل فرص على حسب أمل الأربعاء. يعني طحت لهم فرصة وين كانت غلطة في التمركز، لأن في الريكونفيرسيون لما راحت الكرة كانوا في التصرف هجومي في لقطة الهدف تاع فريق مولودية بجاية، كانوا في تصرف هجومي الفريق أمل الأربعاء، ضيعوا الكرة وسط الميدان، كان يعني يعني طلع كثير. حروش ولا في الوزن تاعو نوعا ما بالطبع، لان حروش لاعب اساسي وعنده امكانيات، وهذا يعني زاد ربما قوه اخرى للفريق مولودية بجاية. باش نعاودوا نرجعوا مقابله مثل هذه، يعني تكلمت مع زملاء مع الاصدقاء، يعني باللي مقابله مثل هذه اللي سجل هو اللي يفوز يعني اللي سجل الاول، راه المقابله ما تكونش فيها عدد، تلعب على جزئيات صغيره، جزئيات، لان من ناحيه المستوى كان نفس المستوى، ربما من ناحيه التركيز، من ناحيه البدنيه الفريق مولودية بجاية كان اكثر اراده. في نهايه قبل مصطفى بسكري، في نهايه موسم قبل 3 جولات، اللاعبين القوه البدنيه تاعهم كم تكون يعني النسبه؟ لا ما تكونش اليوم تسيير تاع عندها علاقه بالتحضير بدايه الموسم. لا التحضير هي باش تبدا السنه، التحضير يعني فيه عده نسبه مئويه لكل بور شاك كاليتي فيزيك، بيان سور من بعد ملي تخدم على حساب لي فيليير انرجيتيك لي تسحقهم لو جور دو ماتش، يعني في وسط الاسبوع تخدم على حساب هذاك الطاقه تاعك اللي تنجح. حتى في نهايه الموسم عندك تسيير تاع من ناحيه البدنيه، لان في اخر السنه عندك تحسب عندك عده لاعبين اللي يكونوا لاعبين على الاقل 20 مقابله او اكثر. الحجم التدريب نتاعو ماهوش يكون مثل اللاعب اللي ما لعبش كثير، يعني فيه تسيير من ناحيه البدنيه، والمحضر البدني ادرى بهذه الامور، خاصه علاش تكلمت عليه مقبلات، لان عبد الوهاب بوسعاده يعني يمتريز كما يقول لك لو سوجي ديالو، لهذا شفنا لا فريشور تاع الفريق مولودية بجاية كانت اكثر، وخاصه ربما كان نوعا ما لو ميتي تاع الفريق اللاعبين تاع بجاية وحنكه المدرب، لان عمراني قعد عرف كيفاش يسير، ما دخلش في ما خلاش اللاعبين تاعو يدخلوا في النرفزه في التسرع، يعني قعدوا يلعبوا حتى ولو كانوا فايزين بالمقابله، قعدوا يسيروا في المقابله تاعهم كما ينبغي. ونظن يعني ما ننساوش ان العمل الكبير اللي قام به محمد ميهوبي لما عاود رجع للخدا الفريق، صح. يعني الفريق دار نتائج وزاد الاخر، هذه راح كان في حالات لا استقرار بالطبع. يعني شفنا ربما ثلث مدربين قبل ميهوبي، رجع ميهوبي
الجنوبي كمل المشوار لحقنا النهائي ان شاء الله يزيدوا يكملوا باش يامنوا البقاء نتاعهم في الاغوى لما لا مرتبه مشرفه. وهذا راح يزيد احنا نقولوا ربما المسيرين تاع الامل الاربعاء كي يزيدوا ياخذوا المثل على مولودية بجايه الاستقرار، لان اليوم مهوبي يعرف كل صغيره وكبيره نقائص تاع الفريق نتاعو القوه تاعو باش يخوذ الموسم المقبل. خلينا نسمعوا اذا كان ممكن تصريحات رئيس النادي جمال عمالي وايضا المدرب مهوبي، وربما عندنا بلال ايضا عدد من اللاعبين. نعم خلينا نسمعوا مع بعض، نعود نوليو حتى فوزي موسوني يتحدثوا على التصريحات. انا سويد حاجه برك لي غادي التحكيم كان ضعيف جدا، هذه اللي الصفر على التحكيم هذا ما كان بون. اي دي زوكازيون مي بون لا غالب سي سال فوتبول يفو اكسبتي لا ديفيت. اليوم لي جوار قدروا اللي عليهم وكانوا بيان كونسونتري قبل الماتش، كانوا حابين يجيبوا المقابله. الله غالب كاس الجمهوريه هي تختار الفريق ماشي الفريق اللي يختارها. لا با شوازي الاربعه. Alors, on a un Guamer, il nous est en travers de la gorge encore. Voilà, vous avez vu le match, hein, 90 minutes. On a fait tout ce qu'on pouvait. On est tombé sur une belle équipe du Mob qui mérite cette victoire. Voilà, la Coupe a choisi le Mob. Voilà, ça a été bon. طبعا عدنا تصريح مهوبي. معلش مهوبي قال حرام حرام حرام، يعني ربما على الحكم التحكيم على الحكم بشاري. شفت انت ربما ثرينا انه التحكيم ربما كان عادل لم يكن تحكيم، انا جاب الله اعلم تحكيم لم تكن ربما اخطاء غيرت مجريات المباراه. انا اليوم نقول باللي النهائي تاع الكاس حتى عمان يحمل الحكم مسؤوليه. اليوم تقدر تحمل اللي تحب تحمله بصح لازم الاقصاء، بصح لازم تشوف ولا الفريق ديالك. وحنا نعرفوا فريق الاربعاء يلعب كره صغيره ويلعب تمريرات صغيره ويروح للمرمى. اليوم شفنا حطوا مهوبي المدرب مهوبي دار درفلو وحده في الهجوم. اليوم كي تكون تحب تعمر الوسط ميدان باش تمنع الخصم يكسب الكره اكثر منك بلك في الاسترجاع، بصح باش تنطلق باش تروح تسجل تكون صعيب عليك. شفنا اليوم مهاجم واحد صريح الدرفلو اللي ما كانش مساند، ولي اربعه خص كما قال لك الغلطات اللي ما لعبتش بمهاجمين ولا ثلاث مهاجمين اللي خلات ما يوصلوش بزاف للمرمى الا كما قال محمد العشر دقائق الاولى ولا 10 دقائق. الحكم بشاره اذا كانت هذه اخر مباراه له، اخر موسم، وقال ربما اخر موسم له قبل ان يعتزل سلك التحكيم. من العاده وان الحكم ما يصرحوش، ولكن مع النهار فيه تصريحات للحكم بشاري وايضا رئيس لجنه التحكيم خليل حموم. نعم نتابع التصريحين. يعني المقابله لان اللي تهمني جاز في روح رياضيه عاليه بين الفريقين، كان الاحترام كان التقدير، والمهم جدا الروح الرياضيه خرجت فايزه. الموب ربحت على شوازي كاس الجمهوريه تختار ما يفوزوش بها، اخترت الموب بجايه ونتمنى التوفيق ان شاء الله الامل الاربعاء. جو لوي سواد بيان سور ان شاء الله بيان سور اون كارير باسكو يفا روجواند لا سي اف ا ان شاء الله بوتيت لا سيزون بروشين consultant, je, oh, pourquoi pas hein. Nous, on va le ramener à la CFA, il sera le vice-président officiellement. مهم جدا ربما نهاية مشوار أي حكم بكأس جمهورية أداها الموسم الماضي أيضا، ربما إذا لم يعين ثلاث مباريات أفضل، يعني لأنه ينهي مشواره بشكل إيجابي. لا نتمناو كما قال سي حموم نشوفوا بشاري في الهيئة تاع التحكيم كما تكلمنا ربما على حمودي، تكلمنا على حمودي مازال ما شفناش حمودي من ابرز الحكام، ولكن لم نراه مازال ما شفناه. شفناه معنا يعني كان محلل ويبقى معنا طبعا لانه يعني الاسبوع المقبل لانه هو خارج الجزائر سيكون معنا الاسبوع، ولكن حبيت نولي التصريحات تاع يعني غير معقوله لما تكلم على حكم كما بشاري. انا شفت المقابله يعني بشاري كان في المستوى، حتى التصريح الاخير تاع اللاعب صديقي اللي قال بجايه ميريت لا فيكتوار ما تكلمش ولا مره على الحاكم، يعني تصريحات اللاعبين ما تكلموش على الحاكم. منطقي كان منطقي. نظن نقول باللي نظن سيت اون ديكلاراسيون اشو برك اللي اشو، ولكن ربما وكان درك تعاود ترجع لهم يشوفوا المقابله بارتياح يعني ربما شافوا لانه صح. ولكن محمد ميوبي انا انسان عارف يعني عاقل وطلونكين، المفروض ما يتسرعش ويتكلم. اشو تكلم على حاكم اللي ربما كان اخر مقابله ديالو. انا بالنسبه لي وحسب رايي ونيتي نقول باللي بشاري كان في المستوى.
طبعا يعني خلينا باش نعم بشاري باش يعني نهنيه وعلى المشوار تاعه اللي واساه، راهو كيما نقول لك حبيبنا، وكيما نقول لك انا شخصيا اربي تراني تقرا اكزاكتومون 18 مقابله 18 مباراه مصطفى، يعني المشوار ماشي من اليوم. شحال ربحت معاه؟ اي سي سا، شوف شوف يعني شاك فون نروح نفيليسيتي خطره واحده ربحت معاه ودرت معاه ربعه. هاي الروح الرياضيه، فاز معاه مره واحده في 18، فزت معاه واحده ويقول لك وفزت معاه باش نتفاهموا مليح بضربه الجزاء في كاس الجزائر اتحاد العاصمه رايد القبه في 5 جويلية، يعني فزت معاه بمقابله واحده ربعه تعادلات والباقي كاع خسرت معاه. بصح شاك فوا جو كيما نقول جو سي بلي كيما نقول لك الى في ان باركور اكسيلون جو فيليسيت و سي اون اوكازيون وين يفا دوني بوكو بور لا. طبعا شهاده تبقى مسجله ايضا للتاريخ من مدرب كبير طبعا مصطفى بسكري. ايضا نروحوا الى الموضوع الثاني بعد هذا الجينجل وتصريحات المغاربة الذين يبررون إخفاقهم، ولكن بعد هذا الجنجل. إذن تصريحات المغاربة، أيضا يحاول مسؤولي الرجاء البيضاوي تبرير إخفاقهم بالخسارة أمام وفاق سطيف والخروج من رابطة أبطال إفريقيا بإطلاق تصريحات غريبة ومثيرة، طبعا تصريحات بإملاءات فوقية. كيف ذلك؟ نتابع هذا التقرير مع زميلنا محمد قريش، نعود بعد. أنا شوف ديجا بدأوها بالكذب تاعهم، فالله يوفقهم بلي ما استقبلنا حتى واحد. الو كلي زيماجي اكتب اللي حنا بعدي حوشت النوع. نقول لك حاجه، واه لي داو الكوميسير ماتش المصري ياكد لك الكلام تاعنا عليهم كلش باللي يبروفوكي كي المسيرين تاعهم كي اللاعبين. حنا كون ضربناهم كيف هي قال يجيو في السكوند الاخر. محمد قسعيد، تبرير لاخفاق ما المركز الثامن بالنسبه للرجاء، أعطاك الآن وعدلت النتيجة في سطيف الدقائق الأخيرة، هنا ما لازمش تبرر ربما إخفاقك بشيء عدم احترام من وفاق سطيف، هذا شيء غير معقول. لا أنا يعني بالنسبة لي تصريحات تاع رئيس نادي الرجاء معقول، يعني معقولة. هو شاب اللي يتواجد في المرتبة الثامنة ما عندوش العام الجاي ما يقدرش يلعب رابطة الأبطال، راح يبحرها، كان ركز على مقابلة تاع سطيف باش يدخل في المجموعات. نقول له أنا يعني لو نتكلموا على حسن الضيافة الوفاق الصيفي ربما يسقسيوا النادي الأهلي تي بي مازامبي، يعني لعبنا مع طبعا كل الأندية تقريبا مع عدة فرق وين حتى لحقنا النهائي وفزنا فيه، ولا واحد فريق اشتكى ب كامل ما عندناش حسن الضيافه، ما عندناش حسن الضيافه. نقول التبريرات تاعو غلطه، خاصه ان انا حكيت في راس المقابله في قناه مغربيه وين المعلق الرياضي تاع المغربي وين قال كاين مؤامره جزائريه تونسيه ضد المغرب. لا هذه ما ندخلوش بصح محمد، لما عدلوا النتيجه سكت ما ندخلوش، يعني حبيت نقول مصطفى ما ندخلوش في اطار سياسي مقابله رياضيه نقعدوا في الرياضه. لا الواحد لما يشوف اليوم التصريحات ايضا في الصحف المغربيه تشوف انه اعطوها جانب ربما امور اخرى، عدم امتعاضهم لاشياء سياسيه وبالتالي حبوا يعطوها منحى اخر. هذه مش حبيت نقول لك حكيم، لما المعلق الرياضي المغربي قال مؤامره جزائريه تونسيه ضد المغرب نقول يعني خطا، هذه مقابله رياضيه ما سيسوهاش. الوفاق الصيفي فريق كبير، وفاق صيفي بطل إفريقيا، يعني فاز عليك بكل روح رياضية، وخاصة لو شوف المقابلة حكيم الجمهور تاع الرجاء البيضاوي يعني والوفاق تعادل معك أيضا في المغرب، في المغرب يعني. والشماليخ كبيرة كان يمكن أن يفوز. شوف الشماليخ اللي رموهم في الملعب ربما احنا في عام كامل مرميناهم، يعني كمشة قليلة تاع المتفرجين تاع الرجاء البيضاوي شو واش عملوا، والشرطة تاعنا تاع سطيف يعني تعاملت معهم بأخوية ولا واحد ما تعدى عليهم. طبعا نقول طبعا نقول أنا التصريحات تاع الرئيس، خاصة الرئيس شفناه يعني صغير، نقول فريق شاب ونقول فريق الرجاء البيضاوي كبير كثير على المسؤولين ديالو. طبعا يبان صغير ولكن لما تجيه تعليمات فوقيه اكيد راح يتفاعل معها ويحاول ربما يسيس. خلينا نشوفوا ايضا وفاق سطيف مدرب مضوي اللي كان يضرب به المثل، لانه وفاق سطيف في ناحيه الاستقرار الان ربما بعد مباراه الرجاء اغتاظ قليلا وقال انه انا منسحب بعد نهايه هذا الموسم، بعد الثلاث او اربع جولات اللي بقات سينسحب من تدريب وفاق الصيف. لا شوف بالمناسبه يعني انا حبيت نتكلم اليوم على المستقبل تاعي مع الوفاق، انا تبقى لي تقريبا اربع مباريات ومش راح نكون رسميا
مدرب الموسم المقبل بحول الله. راح نتفاهم مع الاداره اللي فسخ العقد مع وفاق سطيف. انا خذيت قرار بعد صفاره الحكم، لو اليوم انهزمنا والفريق ما تاهلش لدوري المجموعات ما كنتش راح نتكلم، لانه بوسيبل ما تكونش لدي الفرصه نتكلم ديفون لابري. كنا نتحدث على الاستقرار، ربما الضغط الكبير بالنسبه للوفاق هو اللي خلى خدمه ضيعوا لين هذه الاستقاله. ربما في عدة عوامل ما يشغل هذه، يعني ربما حبي حتى المدرب لما يشوف روحه 4 سنوات أو 5 سنوات فاز بكل الألقاب، بطل الكاس، نظن بطل إفريقي، سوبر كوب دافريك، ربما باش يغير يشوف دوت سونساسيون. هادو أمور اللي في لا كارير دان انترينور تكون، رانا شفنا في العالم عبر العالم وين انت تشوف مدرب يفوز بثلاث ألقاب كما كانت بايرن ميونخ، يوب هانكس يعني فاز بثلاث ألقاب صح وانسحب راح جاء غوارديولا نفس الشيء. يعني هذاك مشروع مصطفى. نعم يعني هذا هو مشروع. ربما هنايا يعني في التصرف، ما نتكلموش على المشروع محمد، يعني التصرف تاع المدرب، يعني شاف باللي يعني ربما اليوم ما اذا بوتيت ما بين قوسين بلو دو موتيفاسيون، باسكو لونترينور سيني با موتيفي دون ان كلوب يسري بريفيرابل يروح. ربما الشتم تاع المناصرين اللي شتموه كثير. نعم هذا هو اللي خلاه. علاش قلت لكم قبل الحكيم في عده عوامل اللي خلاته، ربما خير الدين هو اللي ادرى بالامور، ربما ماشي ربما بالتاكيد حتى هو يعني ربما بور يغير الاجواء يروح ربما خارج على الجزائر، يروح كما نقول لك يبدل يشوف اجواء واحده اخرى في البلدان العربيه. لو يخرج حمار اكيد ان يكون تاثير. لا 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 بالنسبه للماضي. انا حبيت نقول حاجه حكيم، لو ميتي دونترينور اللي تري ديفيسيل بصح في الجزائر اللي دي فوا بلو ديفيسيل كو في العالم. حسن حمار ينفي يقول لك ربما لحظة غضب بالنسبة لخروج ماضوي في نهاية الموسم، كان هذا تصريح مع النهار اليوم. نعم نتابع تصريح. شوف حياتي ماضوي، شوف نقول لك حاجة، اللي بني ادم سنتيمون نورمال قلقة، هو قال على قلقة. أنا الحق ما كنتش، أنا كنت في الفيستيا مع لي جوار ومسيو الوالي كي جا في الفيستيا وكل شيء، الحق ما سمعتوش أنا كي ديكلاري عقيدة غير في لي جوار وكل شيء. ومن بعد عيط له قال لي انا بريزدون سبوني الشعب، قلت له اسمع، قلت له محسوب انت سبيت واش سبيت انا، قلت له عادي، قلت له ما عنديش لازم تدفع الثمن تاع النجاح تاعك هذا ومادري يصفقوا عليك باكو. رغم ذلك من المفروض انه نخليه هذا المدرب اللي حقق انجازات، خليه في وضع مريح حتى ربما هذا الفريق الصيفي اللي نفتخر به طبعا يمثل الجزائر افضل تمثيل، حتى يكون ربما افضليه من ناحيه الاستقرار والنتائج افضل مستقبلا. شوف مصطفى تكلم على بيب غارديولا وجيبان كينس، انا نقول هذا كان مشروع. ولكن لما تشوف خير الدين ماضو يعني بعد مباشره بعد تعديل الهدف الثاني للرجاء البيضاوي، يعني شتم وسب على المدرب وعلى رئيس، مفروض تكون ثقافه اخرى. مفروض تكون ثقافه اخرى. هذا رد الجميل لهذا الانسان. تشوف البارح حكيم مقابله قردوبا مع برشلونه 8-0 في قردوبا، واللاعبين والمدرب والطاقم الفني خرج تحت تصفيقات تاع الجمهور، هذا اهل الفريق تاعو للدور المجموعات وزيد تشتمه. نقول كاين ربما مصطفى كان مؤامرة من بعض الناس، حتى ويتكلموا بعض اللاعبين قال لك مؤامرة من بعض اللاعبين القدامى اللي ما همش راضيين بنجاح تاع ماضي وحمار. حمد قسايد انا خوفتني بالمؤامرات قبيله مؤامره والان مؤامره يبدو حتى يعني التصرف لازم نشوفوا الان، لازم ويكتاش راح نتعلموا ويكتاش تكون عندنا ثقافه في هذه الكرويه. اليوم سطيف يلحق النهار وين ما راح نشدوا حتى لقب يكون في هذا الاحتمال هذا صح. يعني لازم اليوم انت تحب الفريق نتاعك وتناصر الفريق تاع غير في الانتصارات. نروح الموضوع الثالث في هذه الحلقه، رمي الاقمصه من الحكام بدات بكثرة ربما بعد بيطام، ثم محمد أمين رزقان اللي متهم بالرشوة وأوقف مدى الحياة، بعد ذلك شقيق سفيان رزقان الأسبوع الفارط في مباراة تيارت وتغني في الدقيقة 80 أيضا رمى قميصه، وأمس فقط حكمين أيضا بن جبارة يوسف وغوتي ميلود في مباراة بن داود وزمورة في الجهوي الأول لوهران اللي بروا ذلك بالحجرة. طبعا قالوا انه وضعنا ملفات باش نمروا الى نجوزوا من 2006 اكزاما. نعم
نعم نعم هذا قبل ذلك اتصال. نعم فيه اتصال. انتم لا انتم هنا على المباشر الزملاء ايضا، خلينا باش نكونوا واضحين. التحكيم يعني كثرت، لانه قال لك انه درنا مع زرهوني جمال رئيس رابطه بالعباس الرابطه الولائيه، قال لهم ما تهضروش معايا بهذه الطريقه، لانه هذه التصريحات اللي كانت. والبارح دار النهائي ايضا ابن زرهوني هو اللي كان نهائي، لانه زرهوني رئيس رابطه بالعباس. بيطام معنا على المباشر. نعم معنا على المباشر. نعم سيد منير بيطام مساء الخير. الو مساء الخير سيد منير بيطام. سيد منير بيطام الو. نعم اسمعك جيدا سيد منير بيطام. الو اسمعك جيدا تسمعني؟ نعم انقطعت المكالمة. معليش عودوا له الزملاء، خلينا ربما لأنه أول حكم رمى قميصه واحتجاجا على ما سماها الحجرة مهم جدا نسمع تصريح فوزي موسوني، لأنه ظاهرة كثرت في هذه الفترة الأخيرة في البطولة الجزائرية وقاست كل الأقسام، لأنه واحد قاس قميصه على الحجرة في وقت مهم جدا. أظن باش يوصل الكلام لحاكم يخرج ويصرح به كما يقول لك ما كاش نار بلا دخان. حكيم كي تشعل النار إذا يطلع الدخان دوك. ولا أنا اليوم شفت حاجة، راني مع مصطفى محمد، شفت حاجة راهي صارية وين تقلق وين نهدر معناتها شفت دوك. أنا ولا نشوف من بعدها كلش يعاود كلش حاجة ما بانت. أنا ما لافير تاع بيطام للآن راني حاير، ما على باليش كاع والصرا شكون عنده الحق شكون ما عندوش الحق. نعم مصطفى بسكري الظاهره هذه كثرت، انا عدت لك الاسماء من بيطام الى ظاهره اخرى، اتهام محمد امير زقان بالرشوه، ايضا اقصاء اظن الحكم الاخر المساعد البارح بن جباره يوسف غوتي مولود، اسماء كثيره. نعم قبل ان تكمل عفوا على المقاطعه اسمح لي، لانه حبيت نسمع راي منير بيطام. مساء الخير سي منير بيطام. الو اسمعك جيدا منير بيطام تسمعني؟ ألو أسمعك جيدا تسمعني سي منير بيطام؟ معليش حتى يكون ربما الصوت واضح. ألو. نبقى معك. نعم نبقى معك سي مصطفى بسكري. لا يعني اليوم نعم نظن يعني الانتقادات راهي شغل تسونامي على الحكام، ولهذا نظن باللي اليوم جيرون هوماج سيرتان زاربيت اللي عندهم كوراج مالغري يعني لي كريتيك اللي راهم يتكلموا عليهم، وبعض ربما الزملاء نتاعهم اللي ما يشرفوش المهنه هذه، لان فيه امور تكلموا الناس قاعد تكلمت عليها في بلاطو بارتو يعني كيما نقول لك في الاذاعه في الجرائد في التلفاز. اليوم هذا الحكام حان الوقت، حان الوقت نحيوا هذا الستار هذايا اللي راه يعفن كره القدم، لان اليوم راهم يتكلموا الا على الحكام. شكون اللي راه يروح يهضر مع الحكام؟ شكون اللي راه يروح؟ ولهذا اليوم حان وقت لتجديد تجديد كرة القدم الجزائرية. بكلمة حتى نسمع رأي محمد قسايد مهم جدا في هذه القضية رمي الأقمصة بالنسبة للحكام. خلينا المرة القادمة بإذن الله نعود الجماهير، ربما يكون بيطام معنا في هذه في هذا الاستوديو أو في حلقة هجوم عاكس، لأنه كاين فيه اتفاق بيننا حتى يحكي ربما تفاصيل القضية. تفضل. كاين عدة أمور حكيم، ربما الظلم يخلي الحكام هذوما الشبان يرميوا الأقمصة تاعهم، ربما هاد الحكم هادو تاع البارح كانت يوعدوهم باش يطلعوا من 2006 هما قالوا وما طلعوش. هذا ظلم، هذا 10 سنوات كثير صح. 2006 كثير، ولما تروح رئيس رابطة يقول لك ما تهدرش معايا يعني صحيح صح. وحتى بيطام حتى بيطام اليوم بيطام خرج براءة عند العدالة على حسب ما أظن حكيم، ولهذا الشيء هذايا لابد نسمعوا بيطام. نقول اليوم العداله هي اقوى جيش في العالم. نعم. حاكم شكرا جزيلا محمد قسعيد، كنت سعيدا بتواجدك معي، وايضا مصطفى بسكري غدا باذن الله سيكون فيه محاضره في نعم. حتى نذكروا ربما غدوا على في المعهد الساعه الثانيه ولا الرابعه؟ لا لا الساعه الواحده والنص الواحده زوال. ونص باذن الله زوالا ولا يعني الحضور راكم معروضين اكيد نعم. باذن الله سيكون بلال هرنون في التغطيه. موسوني شكرا جزيلا. شكرا حبيب. شكرا لكم مشاهدي الافاضل سونيا وايضا المخرج ايضا مصطفى ابو علام الله بلال هنون وايضا كل الزملاء طارق ايضا طارق فرحات كان معنا وكل الزملاء السيده ناديه ايضا، وشكرا لكل الزملاء وبدين ايضا في الصوت. شكرا لكل الزملاء اللي ساهموا في انجاح هذه الحلقه، لقائل بكم يوم الاحد المقبل. السلام عليكم. اعجبك الفيديو سجل تعليقك وموقفك اسفل الصفحه.